اتصدر اسم المواطن الجزائري بن عمران عمر كل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قصته واللي ممكن نقول عنها انها اشبه بالخيال والقصص السينمائيه، وده بعد ما تم العثور عليه بعد 30 سنه من اختفائه. الشاب لقوه موجود في حفره بداخل حظيره حيوانات بمنزل جاره وكان في حاله ماساويه. الحادثه دي حصلت في مدينه الجلفه الجزائريه بعد ما تم العثور على الشاب بالصدفه بعد ما كان كل الناس بيعتبروه انه مات. الغريب في الموضوع ان امه قبل وفاتها كانت قالت للجيران انها شك في جارهم بسبب انه الكلب بتاع الشاب الجزائري كان كل يوم بيقف قدام بيت الخاطف وكانه كان عارف مكانه، ولكن بعد ايام لقوا الكلب نفسه مقتول. وحتى الان التحقيقات لسه جاريه للكشف عن تفاصيل خطف الشاب واختفائه طول الفتره دي، وخصوصا انه في اسئله كتير عن حياته طول الفتره اللي فاتت في الحفره وازاي كان عايش وازاي بياكل وكمان بيشرب.